كان عنوان الوقفة اليوم: إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون مع الشعب والمقاومة، دعما لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وصد العدوان الصهيوني، واستنكارا للاعتداءات الصهيونية على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها. ولكن مستجدات الميدان وحصاد المقاومة الفلسطينية غير العنوان ليكون وقفة عز وفخر بالمقاومة الفلسطينية. صار هذا اللقاء محطة للحرية، محطة للانتصار، محطة لهزيمة الاحتلال وإذاقة هذا الاحتلال كل ألوان المهانة. المقاومة الفلسطينية انتصرت بفعل الوحدة الوطنية الفلسطينية. الفلسطينيون أسقطوا القبة الحديدية، إنها المرة الأولى التي يسقطون فيها القبة الحديدية، ولأول مرة وصلت الصواريخ الفلسطينية إلى تل أبيب، إلى كل فلسطين، القدس، غزة، كلها أسماء عربية مدن دخلت التاريخ بداية تحرير فلسطين. فإننا نجدد اليوم الدعوة إلى قيام حركة استنهاض عربية ودولية لمواجهة الوحشية الإسرائيلية وتجنيد الأقلام لفضح ممارسات الاحتلال ومواصلة النضال لإبقاء قضية فلسطين حية. نقول بفخر وباعتزاز: كل عام وأنتم بخير، وفلسطين بخير، والقدس بخير، والأمة بخير، طالما المقاومة بخير. بالأمس كانت القنوات والإذاعات المقصوفة والمدمرة تحتفل حتى الفجر، وكان الإعلام الصهيوني والتطبيعي خارج التغطية تماما، غارقا في الصدمة والخيبة والذهول. وكل انتصار وأنتم بخير، القدس وفلسطين أقرب من أي وقت مضى. وأكدت الكلمات على الدعم والتضامن الكامل مع الإعلاميين في غزة لما يتعرضون له من اعتداءات مباشرة، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في نقله للمجازر والاعتداءات الإسرائيلية. وأنا كل ديما من كل طريق آمن بزيادة الرغم.